ولا زال يقف مع فلسطين رئاسة وحكومة وشعبا. ونحن نقول أن موقف الجزائر ثابت ولا ينتظر مجازر ولا ينتظر حروب على أهله وشعبه في فلسطين حتى يدعم الشعب الفلسطيني. نحن كلنا ثقة بالشعب الجزائري العظيم وبوقوفه الدائم مع شعبنا ومع الشعب الفلسطيني. كل الاحترام لدولة الجزائر الشقيقة وللشعب الجزائري على كل ما يقدمونه من دعم لشعبنا الفلسطيني. أما وأن فتحت هذه المعركة وقدم الشعب الفلسطيني كل هذه التضحيات من أبنائه ورجاله، من النساء والأطفال، من الشيوخ، من الشباب، كل الشعب الفلسطيني يضحي في هذه المعركة. ويا أخوان، المعركة صحيح أنه في أغلبها على أرض غزة، ولكن المستهدف منها كل الشعب الفلسطيني، القدس والضفة الغربية وفلسطين التاريخية.